الجزء الثاني نتطلع على تطبيقات الباور الكترونيكس في البي في سيستمز. متذكرين حكينا انه السيلز ممكن يصير في عليها شيدنج، ممكن تتغير، تتغير الفولتج، يتغير كمية الإشعاع الراديانس. الراديانس أظن وحدتها واتس بير سكوير متر، مظبوط الراديانس؟ واتس بير سكوير متر، هذا ممكن يتغير. راح يطلع عندي هون الفولتج اللي بيطلع من هون راح يكون متغير، أوكي؟ شوفوا شو راح أعمل، راح أحط عليه هاي الإشارة. معناها الفولتج هذا متغير، هاي راح تسبب لي مشكلة. مظبوط، وهذا التغير بقدرش انا امنعه، هاي طبيعه النيتشر، اجت غيوم، اجت اشياء. اذا بدي كنترولر هون، الكنترولر هذا اشتغلتوا فيه انتوا قبل هيك، اللي هو في معظم الاحيان راح يكون بوست كونفرتر، واللي هو عباره عن دي سي تو دي سي كونفرتر. وهون بدي اطلع انا دي سي فولتج كونستانت، بدي اياه يحاول يكون كونستانت، كونستانت دي سي فولتج، عشان اجهزه للمرحله اللي بعدها. تمام، ومتذكرين انتوا لما اشتغلتوا الاسايمنت الثانيه شو كانت احد المشاكل هون؟ انه هذا عماله بتغير من مثلا من 12 ل 24 بهذيك الحاله، وكنا بدنا الاوتبوت تكون 48. هلا اذا كان السيستم اوبن لوب شو بدي اضطر اعمل؟ اضل اغير ايش بغير بهذا؟ ديوتي سايكل، بدي اضطر اغير ديوتي سايكل. لكن لو احنا قدرنا نطور هذا السيستم شو ممكن نعمله؟ كلوز لوب. ايش براقب الاوتبوت اللي براقبه؟ الفولتج الاوتبوت، وبرجع ايش بغير؟ ديوتي سايكل. فبصير اوتوماتيكيا اغير الديوتي سايكل بحيث انه هذا يضل كونستنت. بس على الاقل احنا لازم هون في عندنا بوست كونفرتر. البوست كونفرتر هو راح يضمن لي انه هذا هون يحول اول شيء للليفل الفولتج المناسب، وكمان اذا كان عملته دايناميك ريسبونس بيقدر هو بناء على التغيرات اللي بتصير هون يحافظ على الاوتبوت يكون كونستنت. اذا متذكرين البوست كونفرتر مبدا عمله، عندي دي سي سورس، بعدين عندنا اندكتر، بعدين استخدمنا هون نوع من السويتش، والسويتش اظن استخدمنا موسفيت او اي جي بي تي، وعندنا هون دايود، بعدين كان عندنا اوتبوت كاباسيتر واوتبوت لود، وعملنا اسامبشنز معينه. من الاسامبشنز مثلا اللي عملناها انه هذا الكاباسيتر ضخم جدا، حجمه كبير جدا، بحيث انه ما الفولتج عليه ما بتغير تقريبا كونستنت، لانه قيمته طبعا في الحاله الواقعيه راح يكون هو فاينايت. وفرضنا انه هذا الدايود ايديال دايود اللي عليهوش فولتج دروب، يا بيكون بالاون ستيت بالفورورد او بلوكينج وكمبليت بلوكينج، ما فيش فيه ليكج كرنت. وفرضنا انه هذا السويتش هذا هون راح نستخدمه كسويتش، مش هيك؟ فبنستخدمه احنا كسويتش، وفرضنا انه هو بحاله السويتش راح يكون ايديال سويتش، ففيش عليه فيش فيه لوسز وفيش عليه فولتج دروب. وايش فرضنا بالنسبه لال؟ انها بيور ال، ما فيش فيها ار، ما فيش فيها ريزيستنس، بس طبعا في الحاله الواقعيه راح يكون في لها ريزيستنس. وجينا سكرنا هذا السويتش لفتره معينه من الزمن، بالفتره اللي مسكر فيها هذا السويتش ايش بصير هون؟ بصير في بيلد اب ل الكرنت في الاندكتر، والكرنت في الاندكتر لما يصير في زياده في الكرنت في الاندكتر شو بتزيد اللي موجود؟ ايش ليش اللي بزيد اللي بالاندكتر؟ الانرجي اللي مخزنه فيه، مش هيك؟ فانا كاني عمالي بخزن طاقه، بنقلها من وين لوين؟ من البطاريه، وعمالي بنقل هاي الطاقه وبخزنها بالاندكتر على شكل كرنت، والكرنت هذا ماجنتيك انرجي، مش هيك؟ بعدين بعد فتره زمنيه معينه من تسكيره السويتش هاي، اذا حطينا هون هاي السويتش مثلا، سويتش كان بالاون ستيت مسكر، خلال الفتره هاي ايش عم بيصير بالكرنت؟ عم بزيد في الاندكتر، نفتح هذا السويتش وبصير بالاوف ستيت، فالسويتش هذا بصير بالاوف ستيت، لانه ايديال سويتش لما يعمل بالاوف ستيت مش راح يمر فيه اي كرنت. ايش بصير بالحاله هاي؟ هذا الكرنت بصيرش يتغير فجاه اللي في الاندكتر، مش هيك؟ فراح يصير الدايود فورورد كوندكتنج، وراح يصير عندي هاد هون، راح يمر هذا الكرنت هون وراح يشحن الكاباستر، وبالحاله هاي راح يصير الاوتبوت فولتج بيساوي الفولتج اللي هون زائد الفولتج اللي هون. انتبهوا انه بحاله لما السويتش هذا يفتح شو بتحول هذا الاندكتر؟ ببطل لود، شو بتحول؟ سورس. فالفولتج تبعه بصير بلس ماينس، وهذا بلس ماينس، فبصير عندي الاوتبوت فولتج ايش بيساوي لو مشينا عملنا كي في ال حوالين هاي اللوب؟ الاوتبوت فولتج بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج، فالاوتبوت فولتج بتوقع يكون اكبر من الانبوت فولتج بهاي الارنجمنت. تمام، والعلاقه بين الاوتبوت فولتج والانبوت فولتج بتعتمد على بارامتر معين، ايش هو؟ الديوتي سايكل، مش الفريكوانسي.
الفريكونسي بتغير الريبل، تمام؟ هاي بتعتمد على الديوتي سايكل. انا استعملت الرمز دي سي برسنتج للديوتي سايكل، ومتذكرين حكينا انه في اوت راح احطه هلا كابيتال لتر من هون على اساس افترض انه كانه دي سي، وهي عندي في ان، ففي اوت بيساوي اظن في ان على 1 ماينس دي سي برسنت، مزبوط؟ الاوتبوت من هون صار عندنا في اوت بيساوي في ان على 1 ماينس دي سي برسنت، فانا بقدر اكبره لانه دي سي رقم بتراوح بين قديش وقديش، اكبر من زيرو واقل من واحد. فاذا اخذت واحد ناقص رقم اقل من واحد شو النتيجه بتطلع معي؟ اقل من واحد. واذا بقسم على رقم اقل من واحد شو بصير عندي بالرقم؟ بيكبر، فبصير عندي اكبر من هون. فاذا كانت مثلا هاي 50% شو راح يكون الاوتبوت؟ ضعف الانبوت فولتج. هاي اول ستيج بنستعملها في الـ PV.